مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال باش نحكيو تويكا على العنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذاك علاش بحذنا سي معاذ بن نصير اللي هو استاذ وباحث في علم الاجتماع. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك وصباح النور فاطمه وصباح النور صفاء. يعيشك. دونك نحكيو على الموضوع هذا، اما كما تعرف سي معاذ نرجعوا للكوجينه قبل. اكيد نرجعوا للكوجينه فاطمه مع بعضنا باش نكملوا بعد ما حطينا صوص مقرونه نتاعنا الطيب. اليوم المقرونه هي سبيسيال شويه، قلت لكم باش نحطوا بات لكن باش تكون حلال، عملناها بالشفريت والصوبيا. الطماطم البنينه عند السكام تعطيها بنه ولون مزيان. خليوا الصوص نتاعنا تمشي على روحها طيب. توا باش نبدوا نحضروا الفاخس اللي باش نعملوه للليميني كيش. هذوما برشا مرات وريتكم انا وريتكم الشيف فتحي كيفاش نعملوا لي بات بريزي ولي بات اللي نسحقوا لهم بات فيتي وغيره اللي نجموا نعملوا بهم لي باركيت هكا ولا هذوما قلنا الليميني كيش. عندي هوني الريكوتا من عند مرياح الجوتا، دونك اللي هي شيحه تساعدني برشا في لي فاخس اللي كيما هكا. حطيت منها طريف باش نزيد معاها التن البنين الموجه اللي هو بزيت الزيتونه. هوني نسقطر الفصوص، شوفوا تبارك الله يكون فص كامل. دونك هذايا التن نتاعي نخرجوا من الزيت ونحطوه مع الجوتا الريشوه كالزم. نحطوا معاهم سبناخ مذبل، خذيت سبناخ انا غسلته نظفته بالكدا بالكدا من الرمل نتاعو خاطر سبناخ شد برشا رمل. بعد ما غسلناه حطيناه يذبل شويه مع شويه زبده مرياح شويه فلفل اكحل، ما نحطولوش ملح جمله ونحطوا معاه سنه صغيره ثوم. دونك هذايا السبناخ نتاعنا باش نزيدوهم عظيمه ونشوفوا كان الفارس مازال شاد روحه وقتها نزيدوا مع عظيمه اخرى باش نحط معاهم انا شويه كريم فريش. هكا تكون عندي اباري نتاع فارس بنينه برشا، نفوحوها بشويه فلفل اكحل ونكتفي. قلت لكم ملح مانيش فوحو خاطر سبناخ مالح وعندنا التن، نحاولوا نريشوه هكا شويه شويه. هذايا لاباري هي اللي باش تكون فاخس نتاعنا اليوم للليميني كيش. في عوض نقعد نطيب لهم صوص بالدجاج وكل شيء، احنا عندنا التن الموجه رتحنا من الحكايه هذه ومع القوته من عند مريح اسهل برشا، سهل علينا الخدمه. دونك ويجي بنين سورمون هكا. اللي يحب يحط معاه متشيشه كبار يجي خارق العدد، يمشي برشا مع القوته ويمشي برشا مع السبناخ مع التون الكبار يجي بنين في الحكايه هذيا. وكان تحبوا انا هوني محضر شويه فخوماج رابي من عند مرياح، اخترت اليوم الكوغيير رابيتو دونك باش يعطيني نكهه بنينه مع المكونات اللي حطيتها الكل. نخلطوه ونصبوهم في لي باركيت نتاعنا. الكوشه نسخنوها على 180 ديما مسبقا، بعد تفرش لي فون دو تارت نتاعك بهالطريقه، تعبيهم بالفاخس وترجعهم يطيبوا في الكوشه مده 12 دقيقه ماكسيموم يتحمروا كيف ما يلزم. يكون عندنا ميني كيش مزيانين نقدموهم مع الحلالم باش نعملوها قلت لكم اليوم فاصون مقرونه فروي دمير. نمشيو الفاطمه ونرجعوا بعد شويه لكوجينتنا. نرجع نحكي مع سي معاذ بن نصير، قلت اللي هو استاذ وباحث في علم الاجتماع. نحكي على الظاهره هذه اللي هي ممكن العنف اللفظي ولا هكا درا كيفاش يصير الكتروني ها اللي يصير في مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفوا شنو الاسباب نتاعو، شنو اللي خلينا هكا فما برشا عنف وبرشا سبين عم غير حتى شيء. هو لازمنا نكونوا واضحين انه الموضوع اختياره راه في وقتنا تو، سيرتو احنا خارجين من البطوله التونسيه وخارجين من هيك الموفمون نتاع الكوره وخارجين من الطرح الاخر نتاع البوليتيك اللي قاعدين نشوفوا فيه العنف اللي يتواصل من اسوار مدينه النواب يتعدى لي ريزو سوسيو. العنف اللي في داخل الملاعب كالعاده قاعد تو يتعدى لشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصه احنا كملنا البطوله ومازلنا في هيك الفراميتا نتاع البوليتيك. سي بور سيلا اخترنا اليوم الموضوع باش نحكيو على العنف داخل شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو تواصل للعنف اللي قاعدين نشوفوا فيه اكتوالمون على ارض الواقع. اليوم ثم عنف في داخل المجتمع التونسي، العنف هذا يا فاطمه التواصل داخل شبكات التواصل الاجتماعي، ولينا نشوفوا ارتفاع منسوب التهجم، ارتفاع منسوب العنف اللفظي، ارتفاع منسوب التنمر، هذا الكل، وارتفاع خاصه الخطاب الجهوي، هذا قاعدين نشوفوا فيه في داخل لي ريزو سوسيو. لهنا ثم دراسه مؤخرا صارت في بريطانيا انه تؤكد انه ارتفاع منسوب الجريمه في المجتمع البريطاني اكثر من 60% هي حملات تحريض داخل شبكات التواصل الاجتماعي. معناتها اليوم اذا مش نحكيو على العنف الذي قاعد موجود اليوم داخل شبكات التواصل الاجتماعي راهو مش يقف غادي كهو، ينجم العنف اللي يصير في الموند فيرتويل يولي يصير على ارض الواقع. وشفنا عديد الحالات في التاريخ التونسي المعاصر خاصة الخطابات السياسية أو الانتماءات السياسية أو الانتماءات الحزبية أو الانتماءات النيابية، قاعدين نشوفوا فيه العنف يبدأ من ارض الواقع يمشي لشبكات التواصل الاجتماعي يزيد يكبر كما البول دو نيج، هذا يسب هذا، هذا يعمل عمليه ثلب لهذا، هذا يتاكي هذا، بعد
من شبكات التواصل الاجتماعي عاود يتواصل العنف على أرض الواقع وفي الشوارع. كيف كيف شفنا خطابات التحريض في الانتماء الجهوي او في الانتماء الرياضي، وكيف ما قلت لك احنا مازلنا ما عندناش برشا من اللي كملنا البطوله التونسيه، وشفنا انه النتائج اللي كانت في في في, في الترام مش وقفت غادي لي ريزولتا، لا خرجت للشارع، خرجت للشارع وشفنا حاله عنف، والحاله العنف هذه تم التاثير لها او التحذير لها داخل شبكات التواصل الاجتماعي. لهنا تنجم تقول لي معاذ شبيه هذا قاعد يكثر برشا، ثم عده اسباب، ولهنا باش نجاوبك على سؤالك. ثم اسباب اجتماعيه، اليوم للأسف المجتمع التونسي عنيف بدرجة كبيرة وكبيرة جدا. ثم أسباب نفسية وأسباب تربوية، للأسف حتى لي بارون في حد ذاتهم قاعدين يزرعوا في صغارهم المنطق العنف ومنطق الإقصاء الآخر. راهو المشكلة اللي في داخل شبكات التواصل الاجتماعي النجم نختلف أنا وصفاء على كومنتير، وهذه حاجة عادية تصير، هي تعطي الاوبينيون نتاعها وجهه النظر، نجم انا نتفاعل معها، لكن اليوم اللي ما رعنا الا انه تهبط هي البوان دو في نتاعها، نجي انا نتهجم لا لشيء الا من اجل الهدف اللي هو السب والثلب. راهو لهنا ثم اسباب كما قلنا نفسيه، نجم نحكيو على القصور النفسي او العقد النفسيه في حد ذاتها، ونجم نحكيو انه الانسان على ارض الواقع ثم يا فاطمه اللي ما يلقاش ليكزيستونس نتاعه على ارض الواقع، معناتها هو غيالمون هو ضعيف، لا عنده مستوى تعليمي او ثقافي او مادي، يستعرض عضلاته بالضبط على لي ريزو سوسيو، كيسب ولا كيش تمشي بالو، هذيك يعني قوه وقوه شخصيه بالضبط بالضبط كيف ما قال صفاء، انه لهنا يكون هو عنده بروبليم ديكزيستونس، عنده مشكل نتاع تموقع او وجود، يدخل لي ريزو سوسيو يعمل لك الشحن نتاعو، يحب يبين وجود نتاعو، يسب يثلب يعيط، يعملهم الكل داخل شبكات التواصل الاجتماعي. دونك نحكيو على الجانب النفسي، نحكيو على الجانب الاجتماعي وطرقنا ليه، وكذلك نتحدث على الجانب الاقتصادي. نجم تقول لي علاش مدخل الجانب الاقتصادي؟ اليوم الأزمة الاقتصادية اللي مست التوانسة والخنقة، بما خلينا نحكيو بلغتنا احنا، مخنوق التونسي يجيب فارغ، دونك باش يلوج على المتنفس اللي كان في السابق المتنفس على أرض الواقع، اليوم ولا على لي ريزو سوسيو. تقول لي عليه على لي ريزو سوسيو؟ بيتي علت أنه أدوات الرقابة قليلة، معناتها نجم نتعارض أنا وياك في الشارع، نتلكش بلغتنا، نتعاركوا، ممكن نكون لهنا نتعرض لتتبعات. شوف معاذ هنا نقطة أثيرها، منها سؤال منه ومنه نقطة، الشعب التونسي أو في العالم يجهل حقوقه قانونيا، نعم. ما يعرفش أنه هذاك كل عنده تبعات قانونية، أنه أنا مثلا كي جي نسب فاطمة لو نقولها هي اللي بيك أو أتهكم أو نمسها في ذاتها في شخصيتها في شرفها في أي شكيلي. نجم أنا نعمل كابتور ديكرون وثق عن طريق عادل شهيد نقدم قضية، هذا ما نعرفوش والله والله برافو، حتى كان ماهوش في غيب بروفيل. اليوم عندنا تبارك الله يعني عندنا الشرطة الفنية في تونس وفي وزارة الداخلية متقدمة ياسر، يعني يجيبوا لدغيسيبي ويطلعوك انت منين، يعني تنجم تجيبوا منين كونيكت ومنين معناتها تدخل تدخل. مي اليوم بوان مزيانة برشا اللي قالتها تو صفاء، ثم جهل راهو حتى في الشعب التونسي، يسخيل انه كي يمشي يسب ولا كي يمشي يثلب راهو سيبو انا فضيت اموري نمشي نكون لا عرضة للتتبعات لحد شيء. الاتفاقية نتاع سنة 2004 الحماية المعلوماتية اللي وقعت عليها تونس، لهنا راه يتم التتبعات الجزائية، وراو انك حتى راو ساعات كومونتير ممكن تشوفوا انت عادي، راهو لا كابتور ديكرون توثق عن طريق عادل المنفذ وتقوم بقضيه استعجاليه عن طريق سيدك الجمهوريه، وتلقى نفسك عرضه لتتبعات جزائيه وقضائيه. دونك لهنا اش نقولوا؟ انه حتى الفكر التونسي يقول لك لا انا ما يصير لي حتى شيء، وكيف ما قال صفا نجم نقول نعمل فو بروفيل ما نشدش، لا يتشد اليوم عن طريق الادريس اي بي، نجم نعرف هو منين كونيكتي والنجم نتبعه ويلقى روحه عرضه للشيء هذا. هذايا انا معاك، اما اذا كان تجي تلقى مثلا نعرفش انا، انت تحكي على سبور من بكري كيب كامله يسبوا في المدرب نتاعها ولا في رئيس الجمعيه ولا ما نعرفش شكون، 3000 واحد يا اخي 3000 يمشي يشكي بهم، هو ذي علاش يستسهل التونسي الحكايه. اما كان ناخذ واحد يلزم على الاقل نعاقبوا 10 من الناس فيهم باش الناس تفهم. ولا تعرف الحاجه المزيانه نتاع العقاب، نستحضر لهنا انه القضاء الالماني كان من اول الترسانات القانونيه الفاصله في العمليه هذه. اليوم في المانيا ديكو انك تعمل جوست هكا غلطه صغيره سب شكون ولا تعملوا اقل حاجه، راهو ميم با 24 يتم لهنا استدعائك عن طريق الاجهزه معناتها الرقابيه، وتكون لهنا فيها عرضه جزائيه. اكيد ما احناش كيف كيف، ثم ميكانيزم اقوى منا، ثم ترسانة قوانين اكثر منا، ثم دوله متقدمه فيتتنا برشا، مي على الاقل خلينا احنا نوصلوا او نيفو مونتاليتي. صحيح القوانين مازلنا بعاد شويه على مستوى التطبيق، انا نقول العقليه. نرجع في النقطه اللي وقفت فيها يا فاطمه، انه اليوم الجانب الاقتصادي والبطاله والفقر والتهميش باش يخلي انكونسيومون ليتر هيومان او لو سيتويان تونيزيان المواطن التونسي عنيف،
ديغوتي. دونك هالعنف نتاعي المتنفس باش يدخل داخل شبكات التواصل الاجتماعي باش يبدا لهنا. اكيد لست ابرر بقدر ما اني افسر في الاسباب حالات. كذلك حتى الجانب السياسي في الدول الديمقراطيه وفي الدول المتعارف عليها عند رقي او وعي ديمقراطي من قليل نلقاو حاله العنف السياسي. اليوم المنابر السياسيه نجيبوا اكس وايكغيك دو ليدير نتاع زوز اقطاب سياسيه او زوز كتل سياسيه يتناقروا مش تقف غادي يا صفاء راهم هما يتناقروا. تدخل لي ريزو سوسيو تشوف لي باج كبار نتاعهم والمتابعين نتاعهم ونبداو في الحملات والاشاعات زاد كيف كيف. دونك لهنا هذه الاسباب الكل واللي حاش من هذا كل يا فاطمه الحلول. اش نعطيك انا حل من الحلول سي معاذ انه زاد حتى الاعلام عنده ايد. نعم. في الحكايه. نعم. كيفاش معنا اذا كان حتى البرامج ما عادش ما برامج تثقيفيه برامج اللي نحكيو فيها بطريقه محلانه حتى كان انا ضدك في الحوار مثالش نحكيو ونتناقشوا. زاد عندنا مشكله حتى في لي ديسانيمي ما عادش عندنا يعطيك عبره ويعطيك خلاصه محلاها وانت تمشي بها وغيره ولينا حتى الديسانيمي فما عنف وغيره. هنا زاد نمشي انا اللوم ما نعرفش انا شكون المسؤول على انه كانت فما ماده قالوا هذا من عام 2006 معناها من اللي كنت نقرا في معهد الصحافه يقولوا انه فما ماده اعلاميه باش تقرا في المدارس انه يخلي صغيرك اذا كيفاش ينجم يقرا اشهار كيفاش ينجم يفهم برنامج كيفاش ينجم حتى نهار اخر يعمل هو برنامج ولا يتفرج يختار هو بيدو شنو يتفرج شنو ما يتفرج. اذا كان في التلفزيون عنف في ديسانيمي عنف في الشارع عنف في السبور عنف شنو تحبوا بتحبوا يقرا فيسبوك ما فيش مراقبه ما يسبش سي لوجيك باش يسب. نعم. معناها هي مسؤوليه نتاع الناس الكل من السياسيين الاعلاميين للي يلعبوا كوره للمعلمين للناس الكل. تعرف يا فاطمه اليوم ثم نقطه مهمه جدا انت قلت عليها انه حتى الاعلام شريك لكن لنتحدث خلينا نسميه الاشياء بمسمياتها نتحدث على اعلام البوز. اليوم حتى الاعلام البوز يلوج يعمل لك او يصنع عركه داخل بلاتو مفتعله كيف ما قال صفاء لا لشيء الا لنسب المشاهده خاطر يعرف كولتورالمون التوانسه نحبوا المشاكل ونحبوا الفضيحة ونحبوا كنا بدنا نمشيو في الشارع نسوق في الكهرباء نشوف عركة نراكي الكهرباء ونهبط باش نشوف والناس شنو ثم ونتفرج. دونك حتى القائمين على الحقل الإعلامي يعرفوا أنه الإعلام اليوم أكيد ونزه عديد المنابر الإعلامية بما في المنبر أنا اليوم موجود فيه. نعم. حتى أنا شخصيا راني أنتقي المرور الإعلامي ما نحبش نكون وسط بلاتو اللي فيه منسوب عنف أو بلاتو ماهوش هادف أو ما فيش جانب تثقيفي وجانب توعوي أو طرح اجتماعي كما اليوم قاعدين نحكيو فيه. وهذا الكل راهو داخل في جانب وجانب مهم جدا. الحلول هي حلول تشاركية جماعية كما قلت أنت يا فاطمة وصفاء. أول حاجة نبداو من العائلة نبداو من المدرسة في نعم طريق التربية الإعلامية اللي ما حبوش يدخلوا العباد تخدم أنا البرامج التعليمية في تونس راهو لازم نعملوا ميزاجور لازم نواكبوا الشونجمون اللي موجود اليوم في المجتمع. ندخلوا المادة الإعلامية ندخلوا مادة علم الاجتماع زادة كيف كيف ندخلوا لابسيكولوجي زادة كيف كيف ندخلوا سافوار فيفر اللي موجودة حتى في البرامج التعليمية في اليابان راهو طفل ما يبدا يشد ستيلو ويقرأ إلا في عمره 8 سنين. من اللي عمره 4 سنين لعمره 8 سنين يعلموه سافوار فير سافوار فيفر خلي يفهم كيفاه نوسيون دو جروب التعايش. اليوم نحن في حاجه الى التعايش والى التشارك ليس بالمنطق السياسي المقرف بل بالمنطق الاجتماعي المزيان نتاعنا. مشكوره سي معاذ بنصير واحنا زاد ما نعرفش نسوق المعلومه هذه هكا بكل محبه معناها وقت اللي جبنا ممثل عن نقابه التعليم وانا خذيت دور الولي اللي ممكن معارض لحكي هذيك راهو دوري انا كصحفيه اني ناخذ الدور المعارض بما اني ما عنديش شكون من وزاره التربيه لهنا باش يناقش ولا من لجنه علميه باش بلس انا برنامجي ماهوش حواري معناها كليش نعمل ديبا انا برنامج صباحي نعطي معلومه كل شيء دونك من واجبي كصحفيه اللي انا ناخذ الوجه الاخر معناها ما كنتش ضد انا الشخص اللي كان يمثل نقابه التعليم كيف كيف ما كنتش ضد الشخص اللي جاي يمثل اللجنه العلميه بعده بنهار ولا بنهارين دونك هما الناس الكل لاموني في الزوز علاش جيت ضد درش ضد المعلمين وعلاش جد درشنو اللجنه العلميه سي با سا خدمتي في البلاتو اني ناخو الراي الاخر باش توصلك انت المعلومه سيدي المشاهد وسيدتي المشاهده باش انت انا بيدي ممكن نمثل رايك اذا كان انت كنت معارض الراي نتاعه وهو نعطيه فرصه زاده انه هو يدافع وكانه هو في الشارع بحذاه اولياء برشا عكس وهو قاعد يقنع فيهم لكن بطريقه حضاريه محلها تتعدى في التلفزه. مشكور مره اخرى سي معاذ بنصير استاذ وباحث في علم الاجتماع نرجع للكوجينا.
رجعنا فاطمة لكوجينتنا مع بعضنا باش نكملوا كيف ما قلنا اليوم أطباقنا اللي اخترناها هذية. عندي المقرونة قلت لكم ولا الحلال مفاصون مقرونة حطيتها ديجا طيب. توا بعد ما حطينا الحلال نتاعنا باش نزيد معاهم طوماط سوريز قصيت هكا على اثنين وباش نزيدها عندي شوية معدنوس وإلا حبق أخضر كيف ما تحبوا أنتوما يمشي برشا مع الفرويد مير. هذوما نخلطهم نغطيهم نخليهم يطيبوا شوية في سخانتهم. شيف فتحية سي البراونيز أنا حبيت نوريكم كيفاش تخرجوه طايب البراونيز ما تخليهوش يشيح جملة جوست وقت يبدا هكا موالو يتسمى موالو مازال مرخرخ تخرجوه وتفرغوه بعد لي يبرد شوية كما فرغتوا أنا نرجعوا مع بعضنا. يعطيك الصحة شيف فتحية. نمشيو مباشرة لفاطمة وخي التويكه باش نحكيو على فيريدول مش كلمه دول نحكيو فيريدول بركة اليوم مع سحر السلامي الممثله عن شركه لونفول فارما. مرحبا بك سحوره. صباح النور شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. نعطيك الكلمه سحر. اي دونك اليوم باش نرجعوا نحكيو على نظافه الفم والاسنان وذاك عليه باش نحكيو على الفيريدول واللي عنا دايخ فيه ثلاثه انواع. دونك ثلاثه انواع علاش عنا فيريدول ثلاثه تيب. دونك المشكله نتاع الموفيز الين والا ريحه الفم الخايبه فيكون عندها برشا اسباب وذاك عليه اليوم نوفروا ثلاثه حلول مختلفين. دونك شنو هما الاسباب؟ رائحه الفم الكريهه تنجم تكون 8% ناتجه على مشاكل خارجه على الفم والاسنان اللي كيما الجهاز الهضمي العباد اللي عندها غفلو ينجم يتسبلها في رائحه فم كريهه او العباد اللي عندها مشاكل نتاع الانف والحنجره وهذوما ننصحهم باش يشوفوا او غيل باش معناتها يفكسيو المشكله نتاعهم اللي تتسبب دايخ في رائحه الفم الكريهه وكيك يعالجوا المشكله الاساسيه تو في الفازه هذه. سينا شنو هما الاسباب اللي يهموا ان الفم والاسنان؟ عندنا لاباري دونتيغ العباد اللي مركبه تقويم الاسنان على خاطر قد ما نحكوا قد ما نعملوا بغوساج بالكدا باقي باش يقعد فما تراكم الماكله بينات السنين اللي ينجم يعمل ريحه خايبه. عندنا التدخين، عندنا جفاف الفم، عندنا مشاكل اللثه، مشاكل اللثه كي تبدا سنسيبل كي تبدا فيها التهابات، اللثه المهريه اللي يكون فيها زاد جروح اللي يعمل نزيف اللثه وكيكا يقعد فما دم شايح ويعمل كيف كيف ريحه خايبه، وعندنا زاد تسوس الاسنان وزاد زرصة العقل اللي كي تبدا تعمل في الليبوسي تعمل التهاب في الجنسيف او اللثه واللي زاد تعمل ريحه فم خايبه. دونك الحل نتاعنا هو شنو هو فيريدول اللي باش نقدمه لكم توا ثلاثه انواع وباش نفسر لكم كل نوع شكون العباد اللي تستعملوا. اول حاجه عندنا الفيريدول الغاز او سي اتش 02 اللي فيه الكلوريكسيدين والكلورور دو سيتيل بيريدينيان. دونك لي دو سوبستانس هذوما هما دي سوبستانس انتيسيبتيك ينظفوا. يعني العباد اللي عندها تراكم الجير اللي معناتها حتى بالبروساج باقي هو بيان سور باقي باش يقعد فما تراكم معناتها نتاع البلاك دونتير من بينات اللثه والاسنان ننصحها باش تستعمل سي اتش 02. دونك العباد اللي عندها اباري دونتير ولا اللي عندها زرصة العقل تعمل في بوستي ولا اللي عندها تسوس في الاسنان ولا اللي باش تقلع زرصة تنجم تستعمل سي اتش 02 او الفيريدول الغاز. الفيريدول الازرق اللي هو سبيسيال جونسيف هذايا العباد اللي عندها مشاكل اللثه، العباد اللي عندها نزيف اللثه او احمرار اللثه ننصحوها باش تستعمل الفيريدول الازرق عليه على خاطر فيه لوجينول وفيه ليتانا استرانجون اللي مع بعضهم الزوز يعاونوا على علاج معناتها ينقصوا من الالتهابات نتاع اللثه ويوقفوا نزيف اللثه وبالتالي زاده رائحه الفم تكون منتعشه اكثر بعد ما نستعملوا الفيريدول الازرق. اي انفان عندنا الفيريدول الاخضر او الين سور. دونك فيريدول الاخضر ننصحوا باش يستعملوه العباد اللي تتكيف، العباد اللي تاكل برشا ماكله مسببه في الرائحه الكريهه والعباد اللي عندها جفاف الفم عليها على خاطر فيه السويك وفيه عود القرنفل والسويك يعاون على تحفيز الغدد اللعابيه باش تخرج اكثر لعاب وبالتالي بوغ لوتي كونتر جفاف الفم اللي يعمل انتخوت الريحه الخايبه. لي فيريدول كيف نستعملوهم؟ كل فيريدول يجي معاه البوشون تاعو نحطه في البوشون من 10 الى 15 مليليتر نقعدوا دقيق نمضمضوا به ومن بعد نبصقوا حاشاكم اي ما غير ما نمضمضوا. هذا هو دونك فيريدول ما نضعفوهش وما نمضمضوش بعد ما نستعملوه. العباد الكل تنجم تستعمل فيريدول من عمر 6 سنين، اقل من 6 سنين ماذا بينا ما يستعملوش الباند بوش عليه خاطر تو سامبلومون نخافوا للصغيرات يبلعوا البرودوي. مع انه هو ما غير الكول.
هذايا معلومه مهمه انا نسيت ما قلتهاش، ميرسي اللي ذكرتني فيها. اللي راهو الفيغيدول نتاعنا راهو سونز الكول، اللي هي حاجه مهمه عليه على خطر الكول يسبب شيح الفم، الحاجه اللي تزيد تحفز اكثر انه يكون فما ريحه فم خايبه، وبالتالي انه يكون سونز الكول فهذه حاجه معناتها تخلي فمنا منتعش لمده اطول. مشكوره سحر السلامي ممثله عن شركه لونفول فارما. اكثر معلومات بيان سور نجم تطلبوا 74 441 999. ميرسي مره اخرى. الوغ نشوفوا سبوت الخاصه بجويس. باش نحكي على جويس بيان سور صفاء الجمازي. جويس بتبيعه فاطمه لازمني نقول وين موجودين في اربع نقاط للبيع، اربع مغازات كبرى بالحق من اخر طراز ومن اعلى طراز، موجودين في سكرة بحدا نادي الحرس الوطني، نابل، ياسمين الحمامات، وزاد كيف كيف في قليبيا البوانت فونت جديده تلقاو فيها حوايج نساء وصغار ورجال، نلقاو الكوليكسيون جديده نتاع صيف وربيع 2021 بالنسبه للاعمار الكل، زاد كيف كيف موجودين حوايج السبور، موجودين معون الدار الزهيز للعرايس، نلقى فيها زادة كيف كيف اللانجري واللي كوستيوم والمعون متاع الدار والديكوراسيون، ما نساوي زادة كيف كيف البحر اللي على الأبواب، والناس الكل تحب تمشي اتبحر، دونك تو سكي لي مايو دو بان لي بيكيني كلهم لي زوتي متاع البحر الكل، لي شابو شليك كل شيء موجود في جويس وبارفق الاسعار. كانك ماكش موجود بوحده لي بوان فونت هذوما ماهيش مشكله، على خاطر جويس حاط على ذمتكم لي ريزو سوسيو ولا لي سيبور ديجيتو نتاعها واللي هما 3W لا سامحوني عاده لازم نقول فيسبوك اللي هو جويس، انستغرام جويس اوفيسيال، والا لور سيت ويب 3w.joyce.tn. تنجم تكمندي تعدي الكوموند نتاعك، ليفرور موجودين على كامل تراب الجمهوريه ويخدموا 7/7. ما تنساوش جويس الغابور كاليتي بري والاسوام ياسر حنان. يعطيك الصحه صفصوف، نخرجوا فاس وبعد نرجعوا. جارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا، ياللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا، كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا، ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. اليد في اليد مشيتي معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية، نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة.
بن مرياح علاش ليه؟ تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة. أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. أما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. أنا خولة سليماني في برنامجي بوم مع خوخة برشة تعب في التحضير والتصوير، أما كي ندخل داري كوجينتي هي عالمي، وين نلقى راحتي وجوي، وين نتفنن ونحي تعب النهار كامل. سمحني أختي عندك أمين تتزنف لقوي المناعة. صف عيشك. صف أما سوء عندك أمين تتزنف لك ما هو لقوي المناعة وفيه الفيتامينات. هيا بي أمين تتزنف أختي ريتو هذا يقوي المناعة اللخ فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي سبا. أمين تتزنف نشاط وحيوية. إيمينيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.